من الأحسن قبل ما تزوجي حطي النقط على الحروف انتي وداك الشخص. أفلان فين غادي تعيشي شنو؟ قال لك مع دارنا شوفي انتي اختي، ما نقولكش انا قبلي ولا ما تقبليش لان داك الشيء الراي ديالك. انا بعدا رايي الشخصي وانا كرشيده مستحيل، حيت انا عارفه دماغي شويه. امي الا غادي نتزوج ونمشي عند عائله الراجل اختي، نبقى في دارنا احسن، نطيب في دارنا، نعس بعدا على خاطري، ناكل على خاطري، ندير اللي بغيت. ما كيجيب لمرتو حتى ديودورون ولا خر او لا قرعه شامبو كتسال لها كتبقى ترغبوا عليها 100000 عام عاد كيجيبها لها. وكيف ما نتوما الرجال كتعجبكم المراه النقيه، حتى المراه كيعجبها الراجل النقي، ماشي الراجل اللي تكسي حداه يدوخك. اهلا وسهلا، كي دايرين لاباس عليكم؟ اموركم هانيه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي. الفيديو ديال اليوم نقدر نقول لكم جزء ثاني داك الفيديو اللي كنت صورت لكم ديال العيالات المعكازات على راسهم اللي مقابلين غير الثياب والتخمال والجفاف، مقابلين غير تماره ديال الدار، ما كيعتانيوش براسهم، ما كيعطيوش فرصه لراسهم انهم يجلسوا مع راسهم، يرتبوا الافكار ديالهم، يتهلاو في راسهم، ماشي من اجل شي واحد اخر وانما من اجل راسك بالدرجه الاولى. اهتميتي وعتانيتي براسك كتحسي بواحد الطاقه ايجابيه عندك. اما الا كنتي نهام لراسك راه اوتوماتيكمون حتى النفسيه ديالك كتكون مريضه، كتكون محطمه، الافكار ديالك مرونين، يعني مقابله غير الطياب، الدراري، الراجل بغى يتغدى، الراجل بغى يتعشى، يعني انتيا فينك من هذا الشيء كامل؟ انتيا اللي مسيره هذيك المملكه كامله فينك؟ يعني انت اللي كيخصك تكوني في احسن حاله، يعني تكوني في واحد الحاله جيده، لا في النفسيه ديالك لا في المظهر ديالك لا في اي حاجه. وصلني بعد تساؤلات في هذاك الفيديو وبغيت نجاوب عليهم، لان باقيين شي بنات قلال كيلتمسوا الاعذار، وكاينين شي وحدين اللي قالوا لي ايوا انت ما مجرباش وغير الهضره كتجي سهله وخصك تجربي وتتجربي وتيكونوا عندك الدراري 3-4 وديك الساعات شوفي واش تقدري ديري شي ماسك. لا اختي، هادو غير اعذار كتلتمسيهم انت لراسك، هادو اعذار كيف ما قلت لك في داك الفيديو. الا قديتي ترتبي وقتك وتفيقي بكري، راه الا بغيتي تنظمي وقتك راه اول حاجه الشرط الاساسي والرئيسي هو انك تنوضي بكري. الا ما نطيش بكري بلا ما تحلمي انك غادي تنظمي الوقت ديالك، وبلا ما تحلمي انه غادي يشيط لك الوقت ديال، يعني الوقت في هذاك النهار باش تهتمي براسك. وكاينين بنات مساكين اللي ساكنين مع عائله الراجل ديالهم، يعني ما عندهمش دار مستقله، ساكنين مع ناسهم اولا مع عائله الراجل، فهادو صعيب شويه الحال ديالهم. مهم انا جاياكم دقه دقه، غادي نهضروا على كل حاجه بوحديتها ان شاء الله، خليكم معايا في هاد الفيديو. غادي نبداو بهذوك البنات اللي قالوا لي انت يا غير كتهضري وصافي والهضره سهله، وكيخصك حتى تجربي وحتى تحطي في داك الموقف ويكونوا عندك الدراري 3-4 عاد غتشوفي واش غيشيط لك شي وقت، ما غتقدري ديري حتى ماسك ولا الاخر ما تقدري ديريه. هادو غير اعذار البنات. انا غادي نقول لكم حيت وحده كتكون غليظه وباغيه تضعف، غتموت باش تضعف، ولكن ما كدير حتى شي مجهود، غير كتاكل اللي لقات كتاكلو، يعني عمرها ما غادي تضعف. ولكن هي في الخاطر ديالها وفي الداخل ديالها كتقول يا ريت كون ضعاف، علاش فلانه ضعيفه، علاش هذيك كانت غليظه ولا ضعيفه، هذيك اللي كانت غليظه ولا ضعيفه راه دارت ريجيم، كدير سبور، يعني دارت مجهود، تحدات النفسيه ديالها ودارت مجهود باش وصلت لهذيك النتيجه. اما وحده ناعسه وكتاكل كتقول باغا نضعف ان شاء الله راه غادي نضعف حتى انا، وهي ما كدير حتى شي مجهود عمرها ما غتضعف نهائيا، وراه بحال هكاك. ملي كتقولي انا عندي الدراري، انا عندي المسؤوليه، انا عندي الراجل، ما نقدرش نتهلا في راسي، اختي هادو غير اعذار. الا قديتي انك تنوضي بكري، شوفي جربي هادشي اللي كنقول لك، غدا كتفرجي في هذا الفيديو اليوم، غدا جربي انك تنوضي مع 8:30 ولا مع 9، وطبقي هذاك الشيء اللي كنت قلت لك في الفيديو اللي سبق. اللي باقي ما شافش الفيديو غادي نخليه لكم في اول تعليق ولا في صندوق الوصف. كيف ما قلت لك غادي تنوضي بكري، غادي تفطري هو الاول مورا الفطور، نيشان غادي ديري الغداء، مورا الغداء ما غادي تجمعي الكوزينه، غادي تجمعي الدار، فهمتيني؟ يعني ها الغداء كيطيب وها الدار كتجمع، غتبقى الكوزينه هي اخر حاجه هي اللي غادي تجمعي، صافي كيبقى داك الجميع خفيف ظريف وصافي. ما تخمليش، التخمال كيكون مره واحده في الشهر وصافي. تبعي هاد الشختي وقولي ليا واش بقى لك شي وقت ولا ما بقى لكش الوقت. واللي ضربني في خاطري هو انه لقيت تعاليق ديال البنات كيقولوا لي اختي رشيده راكي حكيتي لنا على الدبره، رشيده انا راه باقا صغيره وما كنهتمش براسي، رشيده انا راه هملت راسي، كنت تشوفيني راه كنبان بحال شي وحده عندي 50 عام وهي باقا صغيره، راه حشومه والله تحشومه. شوفي حاولي تغيري وقتك، غيري الروتين ديالك، غيري ديك الفكره اللي عندك في الراس. بالنسبه للتعليق ديال واحد البنت قالت لي بلي الانسان كيخصو يتقبل راسو كيف ما هو، وحتى الراجل ديالك كيخصو يتقبلك كيف ما انتيا. متفقه معاك، الراجل ديالك كيخصو يتقبلك كيف ما انتيا، ولكن سمحي لي ما غاديش يتقبلك وانتيا
مثلا فيك شي ريحه خايبه ما غاديش يتقبلك انت ما كتهتميش براسك ما غاديش يتقبلك هو كيجي للدار كيلقاك بحال مين هرنونيه بحال شي برويطه مخرشه ما غاديش يتقبلك سمحي لي الراجل اليوم غدا غادي يمشي يجيب وحده اخرى ما تقولي ليش انا كنبغيه وكيبغيني ويتقبلني كيف ما انا الا اختي كنتي كتبغيه وكيبغيك اهتمي براسك ما تعطيلوش فرصه انه يشوف برا يقدر يتقبل العصبيه اللي فيك يقدر يتقبل مثلا تكوني معجزه شويه يقدر يتقبلك في بزاف د الحوايج ولكن باش تكوني ما كتهتميش براسك حتى شعرك ما كتنشطيش راه سمحي لي راه ما كيخصوش يتقبلك بعين هاد الحوايج هاد انت حطي راسك بلاصو مثلا جالسه حدا شميتي فيه شي ريحه مثلا ديال العرق كتكرهي غاديش يعني كتجيك اولا الحشومه تقوليها له وثانيا صافي بحالي كتنفريه راه هكا كيوقع له حتى هو حتى هو الا شم فيك شي ريحه غادي ينفرك غاديش يبقى قادر كاع نهائيا انه يجلس حداك واخا يعني دوشي وكذا دائما هذيك الريحه الكريهه هي كتجي في باله فهمتيني واخا دوشي وتنقي من موراها تكوني حياتك كامله نقيه دائما غادي يبقى يتفكر هذيك النقطه في شم فيك هذيك الريحه فما تعطيش فرصه انه يشم فيك شي ريحه اللي هي خايبه وغادي نرجع لذاك السؤال ديال البنت اللي قالت لي تتولدي 3 4 عاد اجي يقول لنا هذا الشيء انا اصلا ما نولدش 3 4 لان انا راه في واحد العصر ما كيخصكيش تولدي بزاف جوج صافي راه كتلقيهم لاباس عليهم عندهم اللي تحرق ما يتم ولدي لك واحد او لا جوج والكور حتى هما كيولدوا لك جوج ما كيفوتوهمش وحنايا كتلقاي ولد 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 والله العظيم الا كنعرفهم انا شخصيا من العائله وكنعرفهم هكا يعني اصدقاء وكذا 6 5 وهو ما كتلقاي عنده حتى العشاء ديال الليله وحده تصوروا معايا علاش هادشي كامل علاش هالتمارة جوج كتقدي على المصروف ديالهم على الدراسه ديالهم على السفر ديالهم على اي حاجه طوال كتقدري انك توفريها لهم واخا ما كيكونش عندك انت الاستطاعه بعد على الاقل كتغلبي عليهم ماشي باش تكوني والده ثلاثه كاملين كيخصك تكسيهم او الاربعه كاملين كيخصك تكسيهم نهار الدخول المدرسي كيخصك تكسيهم الادوات ديالهم كاملين راه بزاف سمحي ليا غتقولي لي الولاد ديال الله وداكشي ديال الله ديال الله ولكن راه الاحتياط واجب الا درتي الاحتياط ديالك ما غاديش تطيحي في هذه المشكله ديال الولاده 4 5 البنت اللي قالت لي انا ساكنه مع عائله راجلي وصعيب عليا باش ننظم الامور ديالي وصعيب عليا باش نتبع واحد الروتين لانني عايشه مع العائله ديال الراجل ديالي فكنقول لك شويه صعيبه وانا هاد النقطه هادي بالضبط بغيت نهضر فيها لان قبل ما تزوجي حطي النقط على الحروف عارفي راسك فين غتمشي فين غتسكني واش غتسكني مع عائله راجلك واش غتسكني معاه بوحدك انا ضد ومليون ضد ان البنت تتزوج وتمشي تسكن مع عائله الراجل انا بعدا واخا نبقى بلا زوج حياتي كامله ويجيني واحد يقول لي غادي نتزوج بيك وتسكني مع عائلتي مستحيل انا كنهضر انا يعني كرايي الشخصي لكن انا ضد البنت تتزوج وتمشي تسكن مع عائله الراجل ما كتلقايش الحريه ديالك ما كنقولكش عائله الراجل خايبين لا تقدري تطيحي في شي عائله الله يعمرها دار ولكن فين هي راحتك فين الحريه الحريه ما كايناش كطيبي براي الجماعه بغيتي تخملي كتخملي براي الجماعه بغيتي تخرجي كتخرجي براي الجماعه ما يقدروش يجيو عندك صحابك ما تقدريش تلبسي اللي بغيتي بزاف 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 ديال الحوايج من بعد كيوقعوا مشاكل اللي هي عويصه بزاف فمن الاحسن قبل ما تزوجي حطي النقط على الحروف انت وداك الشخص افلان فين غادي تعيشي شنو قال لك مع دارنا شوفي انت اختي ما نقولكش انا قبلي ولا ما تقبليش لان داك الشيء الراي ديالك انا بعدا رايي الشخصي وانا كرشيده مستحيل حيت انا عارفه دماغي شويه ما غاديش نقول لكم انا خايبه بالعكس انا زوينه بزاف وظريفه بزاف ولكن انا واحد النوع اللي كيعجبني طونكيل كيعجبني نسد عليا ما يهضر معايا حد ما نهضر مع حد انا كنجيكم صريحه ما كنقولش انا داك الراجل غير اللي غادي ناخذو راه غادي نحيدو من عائلته صافي ما يشوفش عائلته ما يمشيوش عندهم ما يجيوش لا مرحبا بهم في اي وقت في داري حيت انا علاش غادي نتزوج غادي نتزوج باش نبني واحد المستقبل باش نكون واحد المملكه ديالي خاصه بيا اما الا غادي نتزوج ونمشي عند عائله الراجل اختي نبقى في دارنا احسن نطيب في دارنا نعس بعدا على خاطري ناكل على خاطري ندير اللي بغيت ولكن باش نخرج من دارنا ونمشي لعائله الراجل حيت ما كنتزوجش بباه ما غاديش نتزوج بامو ما غاديش نتزوج بخواتاتو ولا خوتو غنتزوج به هو
يعني هو كيخصو يكون قد المسؤوليه. حتى الراجل اللي كيكون بخيل ما كيجيب لمرتو حتى ديودورون هو الاخر او لا قرعه شامبو كتسلى لها كتبقى ترغبوا عليها 100,000 عام عاد كيجيبها لها. كيفاش بغيتيها تهلا في راسها؟ نقول ليا الا كيتفرجوا هنايا في الدراري والبنات كيفاش بغيتي هاد السيده هادي تهلا في راسها ونتايا ما كتجيب لهاش المسائل ديالها الشخصيه والد. يعني حتى هذا راه غلط. كاينين شي رجال حتى هما كيديروا لا فوت. ما نتوما الرجال كتعجبكم المراه النقيه حتى المراه كيعجبها الراجل النقي، ماشي الراجل اللي تكسي حداه يدوخك او لا الراجل شعره كامل عامر بالقشره. سمحي لي انا بعد ما كيعجبنيش هذا الشيء. فكل واحد ونظره، كل واحد والتفكير ديالو. انا بعدا هذا هو التفكير ديالي. ما عرفتش يقدر البنات يتفقوا معايا يقدر ما يتفقوش معايا، ولكن الاغلبيه يتفقوا معايا في داك الفيديو اللي كنت حطيت، غير في شي فئه قليله اللي تيقولوا لي بحال دابا هكا انت ما مجرباش وكذا. يعني عارفين بلي هادشي اللي قلت راه فيه عنده عندي فيه الحق، ولكن كيقولوا لي حتى تجربي عاد تعرفي لاختي هذيك غير هضره وصافي. هادو ما غير اعذار كتلقيهم لراسك انتيا باش ما تنوضيش بكري مثلا، باش ما تقضيش امورك بالزربه، ما تبقايش مقابله غير شقه 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 شقه. راه انا براسي شي مرات كنبقى عاطيها الشقه والله العظيم الا كنتعصب كنمل كنكره الشقه كيدمر النفسيه. كتشوفي الانسان خارج الانسان كيدور كيتسارى وانت كتبقى في الدار ساده عليك وشقه شقه شقه شقه. لا اختي عطي وقيتها لراسك، خلي الوقيته لراسك فين تخرجي فين تمشي للصالون، ما عندكش تخرجي غير التجريده خدي درهم الزريعه وجلسي شمي الهواء وكليها انت ووليداتك. عندك الوقت والامكانيات تسجلي في شي صال ديال سبور، ديري سبور تحافظي على الرشاقه ديالك والجسم ديالك. ما تعجزوش راه والله العجز، راه العجز هو اللي كيدير هكا قسما بالله. العجز وديك العقليه اللي ما كتبغيش تبدل. واحد البنت هضرت معايا في انستغرام قالت لي رشيده راه طبقت هادشي اللي قلتي لي والله العظيم الا الوقت كفاني وشاط لي العشيه كامله وقضيت فيها اموري كامله، وقالت لي عاد شاط لي الوقت وبقيت غنتكيه. طبقي هادشي اللي قلت لك ان شاء الله غادي يكون خير. وعاد دابا تفكرت واحد التعليق ديال واحد البنت قالت لي ايوا خلي الراجل بالجوع يجي يلقى غير الاناقه والجمال وما يلقاش الماكله وتشوفي شنو غادي يوقع. انا ما قلتلكمش خليوهم بالجوع، بالعكس كيخصك تكوني كتعرفي طيبي. انا ما قلتش خلي راجلك بالجوع سيري ديري مكياج وسيري سرحي شعرك وسيري دوشي وسيري وخلي الشقه هكاك خانز وما طيبيش. لا كومش انا هادشي، انا قلت لك جمعي دارك جمعي عاديه خفيفه عاد قدي الامور ديالك الشخصيه هي اول حاجه. وقلت لكم ردوا الغداء، يعني الغداء من مورا الفطور نيشان، لان اسرع طريقه للوصول الى قلب الرجل هو المعده ديالو. راه الراجل كيموت على الماكله. الا كنت اختي ما كتعرفيش طيبي اولا كتخليه بالجوع كيجي من الخدمه وكيلقى باقه ما مطيبه الغداء، راه سمحي ليا هذه راه مشكله وحده اخرى عاوتاني. يعني انت كتكون لي هامله هذاك السيد ما كتوجديلوش الماكله ديالو في الوقت وبزاف ديال الامور. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ولا عندها اي سؤال ولا عندها اي حاجه بغاتني نجاوب عليها ولا نهضر في شي موضوع كيف ما كان تخليه ليا لتحت في التعليق باش نخرج فيه شويه من داك الروتين ديال الدواء 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 الدواء، نهضروا عاوتاني في مواضيع اخرى. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، باي باي عليكم.